واشتغلت مع الوالد، كان عنده هناك موجود دكان شارع الخليفة وباب البحرين مركز الشرطة. زين صديقي كان في سنة وائل، كان دكان هناك بإدارة موجودة، كنا أنا وياه ظليت يعني أشهر نشتغل إحنا في هذا المكتب، وعندنا المصنع موجود اللي هو عند سينما النصر. أولا نشوف كان عنده موجود هناك، أنا عندي كان في نوع من حب أن أدخل في هالمجال، والشيء الآخر كان في دعم من الوالد اللي حسيت أنه أعطاني دعم، بحيث أنه عندي في نوع من الشغف في أن أدخل مجال التجارة. نعم، بس كان هذا مبني، وهذا كان الشيء الطيب أني كنت أنا في الصيف أشتغل مع الوالد، فكنت أنا دائما يعني في أشهر الصيف عندنا كان ذيك الأيام من المدرسة تقريبا شهرين ونص ثلاثة شهور، فإحنا نظل في البحرين، أروح أنا أشتغل في المكتب في المصنع، أشتغل أساعدهم أسوي شغلات العامل إلى آخره. حبيت الشغلة وشفت أن فيها يعني نوع من أنا حسيت هواية. إذا قلنا أن حسين المسقطي الله يرحمه بدأ زين أول منتج في البحرين اللي هو كان ورق الحمام، وبدأ في السبعينات أول منتج اللي هو كان مناديل الورق. زين دلمن الناس تلك الأيام ما كانت حتى تعرف شنو هذا المنتج، حق شو تستخدمه، فكان هو دخل وكان في نوع من التحدي ونجح فيها، كان صادراته مرة ثانية أغلب شيء كانت تروح للكويت، جو لي شركة أمريكية وقالوا له احنا نبغي، طبعا صار في نجاح عنده موجود، بنى المنتج وتعب عليه، وكنت أنا دائما فخور أقول والله شلون هو بنى هالمنتج هذا. فالشركة قالت لنا نبغى تشتغل ويانا بس تبند انت الدلمون وتسوي الماركة مالتنا، كانت ماركة سمونها فيه، رفض وقال انها تعبت على المنتج، وانا بالنسبة لي كبرت يعني كبر في عيني والله هو تعب على هذا المنتج، سواه زين ونجح فيه، صار تحدي. هذه تشوف انت موجودة عند الكل، او في البحرين في يعني شيء طيب يحبون انه والله هذا منتج صناعه بحرينيه. انا بحكم اني كنت موجود في امريكا واطلعت انت على اشياء كثيره احنا نشوفها عندهم ما عندنا موجوده، وهو دائما انا اخذتها كقاعده ذيك الايام، المنتج اللي يكون موجود في هالمنطقه من العالم في امريكا واوروبا عطى 5 سنوات بتشوفه انتقل لك الى المنطقه، تاخذ هالفتره ديك الايام. فشفت ان عندنا موجود في كثير مشايه اللي احنا يعني ممكن نستوردها ونحتاج اليها. جيت بي اللي هو اكياس البلاستيك، ديك الايام كانت يعني نوع من التحدي فيها ان شلون بتجيب زين المواد الخام، فكانت نقله نوعيه موجوده بالنسبه الى الصناعه. اللي صار عندنا اكبر حادث اللي هو الحريق 1983 لما جانا علمينا سلمان، وللاسف يعني وقفنا عن العمل يمكن 3-4 شهور. كانت هذه بمثابه نوع من الفرصه الذهبيه تطور نفسك، واللي صار طورنا انتقلنا بعدين عرفنا بحيث لما صار هذا الحادث ان البيض كله كان في سله واحده، فصح عندي موجود في سياسة التوزيع، فحطينا فتحت في سترة، وبعدين حطينا في الحد، وظلينا في كذا مكان، كل موقع له نوع من الإنتاج يختلف عن الموقع الثاني. كنت عندي علاقة يعني متميزة مع جدي أبو الوالدة أستاذ إبراهيم عريض، فهو دائما كان عنده علاقه طيبه مع الله يرحمه الشيخ عيسى استاذ ابو الوالده، اللي هو الشاعر. اي نعم، هذا يصير ابو الوالده جدي. فالمهم انه طلبت منه يروح يشوف يعني الامير الشيخ عيسى الله يرحمه، قلت له بروح وياك. رحت وياه مره مرتين زين، وطبعا الحكم ان علاقته ويا الشيخ عيسى الله يرحمه في العرفات، اقول هذا حفيدي خالد كذا، سلام سلام عليكم، اقعد وياه.
بعد فترة ذاك اليوم كنا مقررين نحن نروح إلى الشيخ عيسى الله يرحمه، بس هو اعتذر قال والله أنا مو بصاحي اليوم خالد، روح أنت وسلم على الشيخ. فرحت زين إلى الشيخ، هذا أول مرة أروح بروحي أنا الحين. زين سألني عنه وأنا داخل، تعرف الشيخ لما توصل زين هو يكون هناك موجود يعني في الاستقبال، كان عنده دائما هذه الميزة أنه يعطي اهتمام للكل بدون استثناء. وين الأخ إبراهيم؟ قلت له والله يبلغ السلام هو مصاحي. قال زين ما يشوف شر، خلني أشوفك. دخلت يعني خلني أشوفك إنه يعني خليك على تواصل. خلصنا المجلس طلعنا، ورحت أنا طبعا كالعادة من هناك، طلعت من المجلس إلى البوابة إلى السيارة، ولا أشوف أنا أحب بطلع أشوف في ركضة صايرة في المنظر من وين كنت؟ عسى ما شاء الله سويت بعد الله بارك، بعد قصر سمونا الشيخ، قالوا سمو الأمير ناطرنك في المختصر. زين أنت قاعد لي في السيارة، أنا فهمت لما قال لي خلني أشوفك يعني لا تقطعني، هذه اللي فهمته. ما فهمت إنه أنا أنت حين حاكم البلد زين، وأنا رجل أمس أو أمس متخرج توي جاي ما بعرف أحد. المهم والله رحت والله كان قاعد زين، فقعدت زين وقلت له يعني اسمح لي وكذا، قال لا لا قعد وطول وياي. سألني زين وين متخرج؟ شو مسوي؟ محتاج شيء؟ إلى آخره. تخرجت زين من عائلة تخدم البحرين وتسقط والله حاضر. وحسيت إن في نوع صار يعني إن حبيت الشخص، إن صار في نوع من الشيء شخصي، فداومت على إن أكون دائما موجود وما قصر. جعل بالي إن أبغي أرشح نفسي حق الغرفة التجارية، فقلت للوالد قال والله خالد بالبركة زين، وأنا بعد يعني بدعمك باللي نقدر. فأخذت تجربة إن أدخل انتخابات الغرفة التجارية، جيت بأفكار. وأنا ما أنسى الله يرحمه أبو شوقي علي بن يوسف فخره، تعلمت منه أشياء كثيرة. أنا أول مرة حين أدخل في هذا المجال على أساس أنها خدمة عامة، وبديت عندي في أفكار. الجماعة ما كانوا مرتاحين، يعني هذا جاي شخص بعد صغير يبغى يسوي وبغير، بس والله الله يرحمه الشوقي أبو شوقي دعمني دعم إلى يعني شو أقول لك غير متوقع. ذاك اليوم أتذكر رجعت البيت ساعة يمكن شي تقريبا 2:30، رن التليفون كان علي العريض صفيني، خالد وين؟ قلت له أنا في البيت. قال زين الشيخ يبي يشوفك، الشيخ خليفة الله يرحمه. زين تعال بسرعة. حتى أتذكر أنا طلعت من يسمونه البيت وبعدين أنا رايح، قلت يعني الحوسة أنا بعد ما قد مرة شفته بروحي ولا شيء، وأنا رايح ولا عظيم زين يمكن مرتين عندي حوادث أن يعني هد أون. لما وصلت وصلت هناك دخلت، وأنا داخل شفت اللي هو محمد المطوع أستاذ أبو بشار. قال لي ها خالد شلونك؟ قلت له الحمد لله. قال لا لا في أخبار لا تحادي، في أخبار زينة. قلت له إن شاء الله. قعدت بعد كذا ربع ساعة ولا منادي علي ترى ادخل الشيخ بجوفك. دخلت على الشيخ ما في أحد إلا أنا وياه. خالد إيش أخبارك شلونك؟ الحمد لله. قال شوف أنا يعني توني جاي للمطار، أتذكرها توني حين مودعين الملك يسمونه عبد الله أو ملك حسين كان جاي زين، وإحنا في وداعة وأنا ما بغيت أخر إن أشوفك لبكرة، كنت حريص أبغى أشوفك اليوم. أنا سمعت عنك كل الكلام الحكي الزين، وأنت شخص ما شاء الله جيت وسويت وطورت زين، واشتغلت يا أبوك وزين سويت ودخلت الغرفة، فأنا أبغيك زين الحين تدخل في الشورى. لما قال يعني الشورى هذا شوي كانت يعني مثل ماي البارد اللي عندك يعني، ايش دري في الشورى زين. فقلت له والله يعني
تحت امرك الا تامر فيه. قال له بالعكس انت يعني لك نوع من القدره وهذا، فاتمنى يعني قلت له تامر فيه. هيك بدايه الشورى اللي دخلت انا في 96. هذا المنصب يعني ما في شك يحتاج الى زين، خلينا نقول عندك انت نوع من الحب اللي تبغي يكون عندك فيه عطاء، لكن مالك انت اليوم يعني مجال تأدي الا بوجود الخبره. الخبره بالنسبه الى الاداء في المجلس جدا مهم. كل فتره كنت اخذها بنظره تختلف. انا دخلت كعضو، وبعدين دخلت في اللجنه الماليه زين، ودخلت وتعلمت كثير من الاخ جمال فخرو كان هو رئيس الجمعيه الماليه، وتطورت صرت من 96 كان رئيس الجمعيه، وصرت بعدين نتكلم على الفتره اللي بعدها. اتكلم عن مرحله اعضاء اللي دخلت كنت عضو، بس انا بقول يعني شلون زين. فدخلت في مجال زين، يمكن صار في هناك يعني نوع من التركيز اهتمام مجال اقتصادي. بديت زين من اللجنة المالية، وبعدين دخلت كنائب رئيس الثاني إلى إبراهيم حميد الله يرحمه. في هالفترة هذه صار هناك موجود في التحضير حق الميثاق، فكانك موجود في اختيار عدد من أعضاء مجلس الشورى. الحمد لله كنت أنا واحد يعني من المحظوظين اللي اختاروني أن أكون موجود، وكان يعني فترة جدا تقول حساسة. كان هناك موجود اللي عنده في عطاء، وكان عنده موجود هناك من عنده في انتقاد، ومن كان موجود وفضل عدم الوجود. فكان في يعني نوع من الخلطة، لكن السياسة العامة لما صارت ان احنا جينا بتجمع بتمثيل على مختلف زين مختلف الفئات الموجودة، المجتمع زين، المتعلم الغير، يعني كان في عطاء. كنا نجتمع ذيك الأيام، أتذكر في أيام شهر رمضان الليل كان نجتمع ونظل إلى الفجر. وكان في يعني بعد بالنسبة لي كانت فترة أنا تعلمت فيها الكثير، جزء كبير اللي أنا أشكل شخصيتي هو أني تعلمت في هالفترة هذه. أنا كبداية كنت أجي محضر خلوا أتكلم عنه في موضوع معين، اللي هو موضوعنا بنتكلم إحنا على قضية والله خلينا نقول شو نرتب زين أمور الشركات. عندي فكرة بحط أني ملاحظاتي وبعطيها أسمونه في إلقاء كلمة في المجلس. هذا الأسلوب اكتشفت أنه أسلوب غير ناجح. الأسلوب الناجح اكتشفته وتمكنت بعد كذا سنة، أبغى اليوم من الأعضاء أنا أبو محمد أخ عزيز وجنين أنا بقعد بستمع للكل، أبغي أعلق على كلام أو ما طرح في أثناء النقاش. هذا هو يعني يبي له تركيز، يبي له تلاحظ إنه والله إيش كان من اللي أنت كنت بتقوله أو أنت مؤمن به ممكن أو تحتاج إلى تعديل فيه. فهذا أعطاني أيضا نوع من اللي هو توجه جديد، وأنا اكتسبت هذا من خلال وجودي في لجنة اللي يسمونه إعداد الميثاق. شوف هذه أعطتني نوع من الجرأة. أقول صراحة مجلس إدارة البحرين زين، من كان رئيس المؤسسة؟ كان عندك موجود اللي هو رئيس مجلس الإدارة الشيخ خليفة الله يرحمه زين، أعضاء مجلس الإدارة من كان هو الرئيس، كنت أنا، خالد كانو زين، عبد الله سيف. كان عبد الله سيف هو كان وزير اللي هو المالية،
بعدنا الشيخ احمد بن محمد اللي هو كان اللي هو حاكم المصرف الوحين رئيس كان صار وزير الماليه وحين صار ديوان رقابه. كنا هذا واتذكر يعني شلون اسلوب هذا الرجل في الاجتماع. انت في قاعه فيها موجود يمكن كنا احنا بس خمسه سته بس قاعدين. شو انت بدك تتكلم اليوم انا قدام رئيس يسمونه وزراء وقاعد وياك شو بتحكي شو بتقول؟ وكانه يحس انه شلون كان بالبدايه اجتماعات يعطيك الاريحيه انه يبدل يتكلم بنوع يعني ينكد شوي زين يضحك شوي زين. وكان في دائما مواقف يعني حلوه. هو دائما اذا بيسال احد منا شنو رايك يقول خالد شو رايك؟ ما يسمع الا مني ومن خالد كانوا وعندهم في خالد البسام كل واحد سم يعني ثلاثتنا اسم من خالد ويقول خالد فالكل يكون قاعد مركز يبقى يقول والله سمونه فكان لازم اسميه كل واحد يسم ثاني معين والله. ويعني هذه شلون كان طريقته في الاجتماع شلون التحضير بالنسبه الى التقارير اللي يستعرضها المجلس. تعلمت منها كثير. انا احب القراءه زين يعني في مواضيع زين معينه بالنسبه لي خاصه ان شغفي بي ان اطور المعلومه الموجوده. وانت اليوم المعلومات اللي عندنا احنا يعني للاسف احنا رجعنا لما كنا عليه سابقا. انا قراءتي يمكن 80% بالانجليزي لان هي موجود الوصول لها اسهل بكثير من العربي. بس من وجود يعني يسمونه التسهيلات والانترنت الى اخره بالنسبه لنا اليوم الاعداد الى المناقشه في الشورى هذا تاخذ مني وقت كثير ان ارجع الى مراجع على اساس ان احلل وجب المداخله. انا ما اتكلم يعني من جماعات اللي يبغى يتكلم في كل جلسه عندي مداخله. هذه ابدا ما كانت يوم الايام سياسه خالد المسقاطين. لا انا اتكلم إيه؟ انا اتكلم عندما يكون عندي نوع من الشعور بانه ما راح اتكلم به بيكون هو زياده وليس تكرار. في ناس كثيرين يعني للاسف يعتقد ان التكلم من اجل الكلام اديت الواجب. هذا خطا. وبعدين الشيء الاخر عندي في ان المعلومه هذه الهوايه اللي قلت عنها انا احب ان اكون عندي قراءه. احب السفر زين ان عندي في الاجازه مثلا ودائما السفر العائلي بالنسبه لي جدا مهم.